الماس لينيتسا أو عيد الفطيرة، عيد تعود جذوره إلى ما قبل المسيحية، حيث تحتفل به الشعوب السلافية الشرقية مرحبة بالانقلاب الشمسي الربيعي. لهذا العيد أهمية كبيرة لدينا ونحتفل به منذ القدم وما زلنا، حيث نقيم الاحتفالات به سنوياً. هذا العيد مدرج ضمن قائمة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، حيث أنه يسبق بدء الصيام الكبير بأسبوع، وخلال هذا الأسبوع تقام المهرجانات الشعبية في الساحات والمنتزهات. تقليدياً كل يوم من أيام هذه العطلة فريد ومليء بالمعاني العميقة، ولكل يوم لقبه وطقوسه الخاصة. أتيت مع أمي للاحتفال بالعيد والرقص. أنا أحب هذا العيد لأن الربيع سيأتي بعده. ولكن اليوم الأبرز هو الأخير، حيث ينتهي أسبوع الفطيرة بأحد الغفران، فيسامح الناس الآخرين ويطلبون المغفرة منهم في المقابل. الطقس الرئيسي في هذا اليوم هو إحراق فزاعة القش الكبيرة التي ترمز إلى الشتاء، فيودعون مع دخانها الشتاء الطويل وما حمله من برد وصقيع، ليستقبلوا الربيع بالرقصات الفولكلورية والأهازيج والألعاب والورش الإبداعية. نتولى هنا تعليم صناعة الألعاب اليدوية كما اعتاد أسلافنا قبل الثورة الصناعية، وهذا جزء من هذا العيد. ليس من قبيل الصدفة تسمية هذا العيد عيد الفطيرة، فهي تعد رمز شمس الربيع المنتظرة، وتقدم فطائر لبلني الذهبية بكثرة خلال أسبوع العيد، وتكون مع حشوات مختلفة ومتنوعة مثل الكافيار والأجبان والعسل والمربى وغيرها. يارا حسن، موسكو، الميادين.